درعا البلد حي العباسية، حيث تم تحرير منطقة العباسية بالكامل على يد أبطال الجيش الحر، وأصبحت منطقة محررة بالكامل بإذن الله. هذه المتاريس التي كان يقنصون بها الأطفال والنساء في درعا البلد. إحدى القذائف المدفعية التي كان النظام الغاصب يقصف بها البيوت والمنازل في درعا البلد. الله أكبر. هذه الذخيرة التي كان يقنصون بها الأطفال والنساء في درعا البلد. هذه قذائف المدفعية، انظروا إليها. جولة ميدانية كاملة عن تحرير منطقة العباسية في درعا البلد. هذه المتاريس التي كان يقنصون منها الأطفال والنساء والشيوخ في درعا البلد. حيث تم تدمير هذا الحاجز على يد أبطال الجيش الحر في درعا البلد.